لأن مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر طف مدينة الدار البيضاء. الله 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 الله، شارع مولاي إسماعيل أو طريق الرباط. هذه طريق الرباط يعني مبلوكية أو محبوسة، يعني كيف ما كتشوفوا معنا الطريق محبوسة هنايا. هذا الرموك هذا اللي خاسر في هذا المكان، هذا عطب هذا الرموك هذا كيف كتشاهدوا معنا. صراحة والله القسم إلا ما لقيت من نقول على الطريق هذه اللي كيدوزوا منها الرميك هازين معاهم دوك الحاويات ديالهم اللي بواحد الكثره وكيدوزوا اللي بواحد السرعه كبيره وكبيره بزاف. كيف ما كتشوفوا معنا مشتاق على تشوف تي في، هنا يرموك خاسر وسط الطريق دار الممر تحت الارضي ديال حديقه عين سبع، يعني الطريق محبوسه. يعني رجل امن متواجد هنايا مشكور اللي كيقوم بواحد المجهود كبير وكبير بزاف. شوفوا معنا، شوف 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 ضغط مروري كبير بزاف بسبب هاد الشاحنات هادو، وش هاد الشاحنات باقي مبغاش يدير لهم الحل. يعني شوفوا معنا رجل الامن صراحه اللي كيقوم بواحد المجهود كبير من اجل تسهيل ماموريه او تسهيل مرور السير. شوفوا معنا الحجم ديال هاد الشاحنات هاد. يعني معنا احد المواطنين. خويا شنو وقع هنا؟ السلام عليكم خويا، كاين هنا المشاكل كثيرة بالنسبة لهاد الشاحنات اللي كيحملوا هاد الحاويات، وكاينين شاحنات أخرين اللي كيحملوا هاد الحبوب. الغريب في الأمر هو أن هاد الشارع شارع صغير ديال مولاي إسماعيل اللي في عين سلع، وكاين اكتظاظ بسبب هاد الحاويات. كاين طريق خاصة اللي كاينة جهة طريق البحر ما كيدوزوش منها، وهاد الحاويات كي دائما كيديروا كيديروا الإزعاج وكيديروا اختناق المرور. والساكنة اللي هنا كاينة هنايا كاينة بعض الساكنات كاينين البلوات، يعني كيتشكاو بالكلاكسون، يعني كاينة المشاكل. خاص يكون في هاد الممر ديال أو هاد الشارع ديال مولاي إسماعيل خاصهم يديروا واحد البلاكة ديال المنع ديال الشاحنات، حيت كاينة طريق خاصة ديال الشاحنات الطريق الساحلي ديال البحر. لا يعقل انهم يكونوا كيمشيو مع السيارات ومع الدراجات الناريه، لانهم كيشكلوا خطر، لان هاد الحاويات قتلوا شحال ديال الناس بعدا. لانهم ما عندهم لا سماطي ما كيحزموهم، كيقدر يضرب فرانك يطيح الحاويه. شكرا لك، شكرا. اذا كيف ما تبعتوا معنا مشتاق انا شفت في احد المواطنين هنايا حتى هو متقلق من هاد الشاحنات اللي كيدوزوا من هنايا بكثره. يعني كيف ما كتشوفوا معنا رجل الامن صراحه مشكور اللي كيحاول يسهل مرور السير في هذه المنطقه هذه. يعني شوفوا معنا الشاحنه خسرات وسط الشانطي واختناق وضغط مروري كبير بزاف. شوفوا معنا الرموك، شوفوا منين طلع. ها هو، شوف 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 شوفوا منين طالع، يعني من فوق الرصيف. شوف 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 اللي راه غيدخل اتجاه المعاكس. شوفوا منين طالع. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صراحة راه خاص حل هذا الشيء اللي واقع، خاص حل في أقرب وقت. وضغط مروري كبير وكبير بزاف. إذا كيف ما تبعتوا معنا مشتاق قناة شوف تيفي، مشكورين رجل الأمن اللي كيحاول يسهل مرور السير في هذه المنطقة هذه. كيف ما كتشوفوا معنا هنايا شاحنة اللي خاسرة وسط الشانطي وحابسة السير هنايا في هذه المنطقة هذه.
عطب على احد الشاحنات يعرقل حركه السير. فصراحه خاص حل لهذا الشيء اللي واقع. مشاهدي قناه شوف تي في، غادي نودعكم على منطقه كومبات مباشر اخر ان شاء الله. الى اللقاء.